فيدرا، دي اول تجربه ليكي في عالم المسلسلات القصيره. ازاي شفتيها؟ ازاي عظيمه. انت عامله دور مرات زوج الطبيب الحقيقه وام. مظبوط. وام. كلميني بقى اكتر عن الشخصيه، اتعاملتي معاها ازاي لما جالك الورقه؟ بص، طبعا هي برضو شخصية بعيدة عني تماما، يعني أنا مش تركيبة نهلة مرات شريف، وطبعا الأمومة بالنسبة لي شيء بعيد جدا، بس I liked it، انبسطت جدا وأنا بعملها، لأنها شبه ستات كتير جدا، وهو شبه رجالة كتير جدا في الزمن ده. عارف لما يبقى حد زي ما أنت قلت كده قلبه مفتوح، بس هو كان يعني شريف كان قلبه ساذج، اتضحك عليه بمنتهى السهولة كمان، يعني بالنسبة لجراح وراجل ذكي وبتاع، لا هو اتضحك عليه بسرعة لأنه في سن معين في مرحلة ما معينة في حياته، فلما اتضحك عليه اتضحك عليه جامد. يعني هو لأنه ناقص سريرة، يعني هو راجل زي ما قلت حضرتك في البداية، هو راجل نمطي، يعني هو شاطر جدا، لا ما نقدرش نقول ساذج، لكن هو شاطر جدا في مهنته كطبيب، حياته حياه مستقره، لكن بص بيجملها ازاي، يعني هو برضو راجل ذكي، ما هو العلماء كده، العلماء كده دايما وقعتهم ايه؟ وقعت الشاطر بقى، يعني هو راجل بس شريف. نعم. في ايه تاني؟ انا مستحملك بقالي كتير جدا، مستحمل اهمالك، القرارات اللي انت بتاخدها لوحدك ولا كأني موجودة في الدنيا دي، كل اللي انا مستحملاه. بس لما يبقى في واحدة تانية قول لي استحمل ليه. فيها نهلة، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ كلام فارغ؟ مين دي؟ بص، مين دي يا شريف؟ مين الست اللي بتشاركك كل تفاصيل حياتك؟ ها وانت مبسوط؟ ايه الشتة؟ انا هسافر ليحيى، لو ندى عايزه تيجي هي حره، مش عايزه تيجي هي برضه حره، بس قبل ما اسافر انت لازم تطلقني. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.